أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تخاصمت مع عمي وقلت لا أسلم عليه، فإن سلمت عليه فزوجتي طالق وأنا خارج من ملة الإسلام، لكن سلمت عليه عدة مرات وعدة أيام وأنا ذاهب الآن إلى بلدي، ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أخطأت في هذا الكلام، جمعت بين محظورين: المحظور الأول طلاقك لزوجتك، المحظور الثاني وهو أشد براءتك من الإسلام. وإذا كان قصدك من هذا قصدك أنك تمتنع من مكالمته ولم تقصد الطلاق وإنما قصدت اليمين، فإنك تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين وتنحل يمينك في الطلاق. وأما براءتك من الإسلام فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا. نعم.